لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، تعرفنا في فيديو سابق على طريقة تحميل مايكروسوفت أوفيس 365 مجانا بالنسبة للأساتذة، لكن بعض الإخوان تعذر عليهم ذلك، يعني لا يجدون الخاصية متوفرة عندهم في حسابهم. سوف نتعرف في هذه الحصة إن شاء الله كيف يتم تفعيل الحساب والاستفادة من الخدمة. إذا نقوم بكتابة أوفيس 365 في محرك البحث، نضغط هنا على هذا العنوان الأول، يتم تحويلنا لهذه الصفحة. سوف نضغط على هذه العلامة برودوي، ثم نأتي إلى هنا pour les étudiants et les enseignants. يتم تحويلنا إلى هذه الصفحة، ثم نكتب حسابنا الخاص هنا، يعني حساب التعليم، حساب مسار، ثم كومونسي. يتم تحويلنا إلى صفحة أخرى، كما تلاحظون أحدد هل أنا تلميذ أو طالب أو أنا أستاذ. Je suis enseignant. ثم se connecter. ثم أقوم بإدخال الرقم الخاص برقم مسار، يعني الكود. ثم اضغط هنا ديماري. كما تلاحظون فالخدمة الآن متوفرة، ابليكاسيون اوفيس 365، نضغط عليها يتم توجيهنا إلى هذه الصفحة. كما تلاحظون في الأسفل فهو يتم تحميله الآن. عندما يكتمل التحميل هنا أضغط عليه وأقوم بأوفغيغ وأقوم ب أنستاليه في الحساب أو في الحاسوب ديالي. أنا ديجا أنستالي عندي، لذلك لن أتمم المراحل. يعني كما كتشوفوا كندير أوفغيغ وكندير اكزيكوتي وكنتبع المراحل حتى كيتم تسجيل الحساب. كتبقى هنا خطوة أخيرة، مجال وورد ولا البويربوينت، نأتي إلى فيشي ثم كونت، هاي في الأسفل، حتى كيتيليشارجي لنا الحساب ديالنا. وكنجيو الحساب ديالنا، ها هو في الأعلى، كاين اللي ما عندوش هنا غتلقى الحساب ديالك. كنفتح مثلا بويربوينت، ثم اتي الى فيشي كونت كما تلاحظون، اضغط على كونيكسيون وادخل الحساب الخاص بي. هنا لكي أكمل إجراءات تفعيل الحساب بعد أن يتم، يعني ملي كنتيليشارجي لوفيس عاد نكمل الخطوات هادو. وكما كتلاحظوا فالحساب ديالي تم تفعيله بنجاح. وبالتوفيق للجميع، ولا تبخلوا عنا بتعليقاتكم والمشاركة في القناة إن شاء الله ليصلكم كل جديد. وبالتوفيق للجميع.